الحدود السياسية للدولة. 2. ماذا سنتعلم في درسنا لهذا اليوم؟ تصنيف الحدود السياسية للدولة. الحدود السياسية الطبيعية للدولة. تصنيف الحدود. الحدود السياسية للدولة تصنف الحدود على أسس مختلفة، منها التصنيف حسب الاستقرار، فتقسم إلى حدود معترف بها دولياً وحدود متنازع عليها، كما تصنف وفق الاعتراف الدولي بها إلى حدود شرعية وحدود الأمر الواقع، وتقسم حسب الثبات إلى حدود ثابتة وحدود متغيرة. لدينا شكل يوضح لنا الخريطة المتعارف عليها للعالم، وفيها حدود كل دولة كما رسمت. الحدود السياسية الطبيعية تعتبر حدود بشرية صنعها الإنسان، وسميت بالطبيعية لأنها تتفق بترسيمها أو تعيينها مع ظاهرات طبيعية. لدينا الحدود السياسية مع الجبال، تعتبر الجبال حدود مثالية تفصل بين الدول لأنها تمتاز بثباتها وعدم تغيرها وسهولة رؤيتها، كما أنها تستغل كخطوط دفاعية ودروع حصينة. الحدود السياسية مع الأنهار، أيضا تستخدم الأنهار منذ القدم كوسيلة وصل للدولة المشرفة عليها، وفي نفس الوقت تستخدم كحدود سياسية خاصة في مناطق الشلالات والجنادل. الحدود السياسية مع المستنقعات والصحاري والغابات، أهم ما يميز المستنقعات والصحاري أنها قليلة السكان وتمتد لمسافات تصلح أن تكون حدا سياسيا. أخيرا الحدود السياسية مع البحيرات، قد تتفق الحدود السياسية في البحيرات مع الخط الأوسط كالبحيرات العظمى وكندا. الملخص لدرسنا لهذا اليوم: الحدود السياسية للدولة. 2. تصنيف الحدود السياسية، عرفناها بأنها تصنف على أسس مختلفة، منها التصنيف حسب الاستقرار، كما تصنف وفق الاعتراف الدولي بها، وتقسم حسب الثبات إلى حدود ثابتة وحدود متغيرة. أما الحدود السياسية الطبيعية، فعرفنا بأن هناك الحدود السياسية مع الأنهار، أيضا الحدود السياسية مع الجبال، والحدود السياسية مع البحيرات، والحدود السياسية في السماء، وأخيرا الحدود السياسية مع المستنقعات والصحاري والغابات.